أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم، بجدد لقائي معاكم مرة تانية. أهلا وسهلا بيكم، برحب بيكم في قناتنا، قناة الصحة والجمال. الحقيقة من فترة طويلة جدا وأنا ما ظهرتش معاكم على قناة الصحة والجمال، لكن لقائي بيكم النهاردة هو شرف يتجدد، لأن قناة الصحة والجمال الحقيقة هي من القنوات اللي أنا دايما بعتبرها هي بيتي الأول. يمكن خلال الفترة اللي فاتت انتقلت لتقديم برنامج جديد، وهو برنامج نحن هنا على قناة المحور، لكن دائما وأبدا تبقى قناة الصحة والجمال هي التي في القلب. حلقتنا النهاردة هتكون حلقة مختلفة، هتكلم فيها عن موضوع من الموضوعات الحقيقة الهامة واللي لازم كلنا نبتدي ان احنا نفهمها وننقب عنها علشان نعرف طبيعتنا كلنا كبشر. النهاردة هنتكلم عن مقولة كلنا كل يوم بنسمع، لما بنختلف أو لما بنتفق أو بيحصل ما بيننا أي حوار، دايما نقول إن ده شخصيته قوية وده شخصيته ضعيفة. هل بالفعل في حاجة اسمها إن إنسان عنده شخصية قوية وإن إنسان آخر عنده شخصية ضعيفة؟ هو ده هيكون محور حلقتنا النهاردة. الحقيقة النفس البشرية هي شيء معقد جداً، ومن الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى وضع فيها العديد من الأسرار. النفس البشرية حاجة دائما تحتاج إلى التنقيب والبحث عشان نعرف كتير عن أسرارها، ويمكن ده ما جاش من فراغ. لما نلاقي إن العالم أو الفيلسوف العظيم سقراط ترك إرث عظيم للإنسانية وللبشرية، كان الإرث ده بينحصر في كلمتين كتبهم على معبد اسمه معبد ديلفي باليونان. لما ترجموا الكلمتين دول أو العبارة كانت تحت اسم اعرف نفسك. يبقى إذن اعرف نفسك دي من الأشياء الهامة جدا اللي لازم كلنا نبتدي إن إحنا نفكر يا ترى يعني إيه اعرف نفسك. عشان كده النهاردة بنتكلم إزاي إن إحنا نعرف نفسنا، إزاي كل إنسان يبتدي يعرف شخصيته ويغير فيها ويطور فيها ويقدر ينقب عن شخصيات الآخرين. إزاي الشخصية المصرية شخصية متفردة عن باقي شخصيات العالم؟ إزاي إن الشخصية المصرية ليها مكونات وليها أسس وليها معايير تنفرد وتتفرد عن باقي الشخصيات المتواجدة في دول العالم؟ يلا بينا بقى دلوقتي نغوص كده في المغامرة دي علشان نعرف يعني إيه شخصية، ونعرف الشخصية المصرية مختلفة إزاي وبإيه. أول حاجة، شخصية الإنسان لما العلماء ابتدوا إن هم يبحثوا وينقبوا كيف تتكون الشخصية، الحقيقة كان هناك العديد من الآراء حول كيفية تكوين الشخصية. هنلاقي إن أول علماء ابتدوا يبحثوا أو يتكلموا في الجزئية دي هم علماء الوراثة. قالوا إن شخصية الإنسان هي مجموعة من المواصفات اللي بيتكون منها الإنسان، واللي بطبيعة الحال تأتي عن طريق الوراثة من مجموعة الكروموسومات اللي بتحمل بعض الصفات، واللي بيتوارثها الإنسان عن طريق الأم وعن طريق الأب زيها زي باقي الحاجات اللي بيبتدي إن هو يرثها من الأم والأب. والحقيقة ده كان من الآراء القوية جدا اللي قيلت، لكن هل هو فعلا شخصية الإنسان بتتكون عن طريق الوراثة؟ كان في رأي مخالف لبعض العلماء الآخرين، وهم علماء البيئة. علماء البيئة شافوا أن الإنسان لا يتكون شخصيته عن طريق الوراثة أبدا، وإنما عن طريق البيئة المحيطة به، بدءا من احتكاك الإنسان بالأسرة، لأصدقاء الطفولة، للمدرسة، للثانوية العامة، للكلية، للمجتمع أو البيئة المحيط بها. وكان الرأي ده برضو من الآراء الشائعة جدا، ومن الآراء اللي كتير جدا ابتدى ياخذها أو ياخدها في حيز البحث والتنقيب، لأن ممكن نلاقي إن في إنسان على سبيل المثال يولد هذا الإنسان ويكون عنده شخصية عدوانية، ويكون أسرته المكونين من الأم والأب ناس هادية. ممكن واحد يولد شخصيته تكون شخصية هادئة جدا، ويكون الوالد والوالدة
من الشخصيات العصبية. إذن ده كان الرد الخاص بعلماء البيئة. وصل لنا تاني علماء النفس قالوا لأ، هو الإنسان مش بيتكون شخصيته عن طريق الوراثة أو حتى عن طريق البيئة المحيطة بس، ولكن في حاجة اسمها الكالتشر أو الثقافة اللي الإنسان بيعيش فيها أو الثقافة المحيطة بيه. إن الإنسان كلما ولد في بيئة أكثر ثقافة فبيكون أكثر وعيا، أكثر نجاحا، بيكون عنده تطلعات وآراء. ففي الآخر خالص احتدم النقاش ما بين علماء الثلاث مجالات، علماء الوراثة، علماء البيئة، علماء النفس، علشان نخرج في الآخر إن شخصية الإنسان تتكون من بعض الصفات الوراثية وليست كلها، بتتكون نتيجة لاحتكاكه بالبيئة الأولية اللي هو بيعيش فيها، بتتكون عن طريق الثقافة اللي هو بيبتدي يكتسبها وينقلها ويتلقاها كمان. إذا شخصية الإنسان هي بتتكون من العوامل الوراثية والعوامل البيئية وأيضا العوامل الثقافية. من هنا بنلاقي إن الرومان كانوا بيروا إن شخصية الإنسان هي عبارة عن قناع خارجي يرتديه. عشان كده نلاقي إن دايما في المسرح الروماني كاركتر أو الكاركتر أو الشخصية كان عبارة عن القناع اللي هو بيرتديه عشان يبتدي يمثل. فشبهوا شخصية الإنسان بأنها الشخصية الظاهرة أو مجموعة الصفات اللي هو بيتراءى بيها علشان يظهرها للمجتمع. ومن هنا ده كان وصف أو تعريف من التعريف المهم جدا للشخصية اللي لازم كنا نمر عليها. لكن بطبيعة الحال لو أنا حابب أن أنا أتعرف على شخصية الإنسان، فبنلاقي دايما أن شخصية الإنسان طبقا لعلماء التنمية البشرية بيشوفوا أن شخصية الإنسان هي مجموعة من الصفات اللي الشخص نفسه عارفها عن نفسه والناس ما تعرفهاش، أو مجموعة الصفات اللي الناس عارفاها عن الشخص وهو ما يعرفهاش، أو مجموعة الصفات اللي الناس عارفاها عن الشخص وهو كمان عارفها عن نفسه، أو مجموعة الصفات اللي لا هو يعرفها عن نفسه ولا الناس تعرفها عنه. إذن هي دي شخصية الإنسان. لكن الشخصية المصرية بقى بتتفرد عن ده كله بشكل كبير جدا. هنتكلم عن الشخصية المصرية وإزاي هي بتنفرد وتتفرد بصفات، ولكن خلينا دلوقتي نستقبل بعض الاتصالات اللي حابة تشاركنا في موضوع حلقة النهاردة. معانا مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، أنا يعني عندي 31 سنة. اتفضلي. بس شخصيتي إن أنا ممكن أكلم أي حد، يعني مثلا ممكن لو أطفال ماشية في الشارع ممكن أقعد أتكلم معاهم وألاقيهم، ممكن أبقى عايزة أصاحبهم. فمش عارفة ديت. تاني حاجة إن أنا بتعب بسرعة. ممكن لو انا مثلا بكلم حد والحد ده قابلني وما خدش باله منه اصلا وما قالش ازيك، ازعل وافضل طول النهار طول اليوم كده مقفله ومتضايقه. او مثلا الشخص ده بص لي بصه متهيألي ان هي اصلا يعني ان هو بص لي بصه وحشه وهو مش في دماغه، بخرها بامر تاني وبزعل او اكون متعشمه في الشخص ده، فبطور الامور بقى وابقى طول النهار زعلانه ومتضايقه وحلينا كده. طيب هرد عليك دلوقتي. حتى لو الطفل اللي انا بكلمه الوقت قابلني وما اتكلمنيش بزعل. بحس ان انا عايز العب معاهم، مش عارفه ممكن اخش معاهم في حوارات. هم صغيرين جدا. خلاص يعني خليكي متابعه معايا الحلقه دلوقتي وهجاوبك على الجزئيه دي، لان احنا زي ما احنا قلنا ان الشخصيه المصريه بتنفرد وتتفرد بمجموعه من الصفات، وهي دي احد الصفات اللي احنا هنبتدي نتكلم عنها. لكن خلينا كده نواصل كلامنا ونقول ايه، نقول ازاي الشخصية المصرية فعلا بتتصف ببعض الصفات اللي مش متواجدة عن باقي دول العالم. لو جينا كده بصينا الاول وقلنا ما هي الصفات التي تتصف بها الشخصية المصرية واللي مختلفة عن باقي شخصيات العالم، هنلاقي ان اول حاجة ان الشخصية المصرية دائما تميل الى الدفاع وليس الهجوم. إنها شخصية مسالمة إلى حد، مش هنقول الدهاء أو هنقول الاستسلام، ولكن هنقول إنها شخصية مدافعة. كم من الأعداء
أو كم من الغزوات اللي شنت على مصر من قديم الأزل أيام مينا نارمر حتى العصر الحديث، ولكن مصر دائما كانت تقف أمام كل الأعداء موقف المدافع وليس المهاجم. يعني إحنا بطبيعة الشخصية المصرية مع شخصية مسالمة، مع شخصية مش بتأذي حد إلا إذا الحد ده حاول إن هو يأذيها، ولكن ده مش معناه أبدا إن إحنا شخصية تستسلم أو تقبل بالإهانة أو الذل، لأن إحنا شفنا ردود حاسمة وردود قاطعة على كل من يحاول النيل من عظيمة المصريين من قديم الأزل. يمكن الشخصية المصرية استطاعت أن تقضي على الهكسوس، استطاعت أن تقضي على الصليبيين، استطاعت حتى أنها تقهر العدو الإسرائيلي سنة 73. حتى شفنا في العصر الحديث الثورات المتوالية اللي حصلت من الشعب المصري سخطا على أن هو لا يقاد وإنما يقود، لكن تظل الشخصية المصرية تأخذ دور المدافع وليس المهاجم. فدي الحاجة الأولى اللي بتتصف بيها الشخصية المصرية. الحاجة الثانية اللي بتتصف بيها الشخصية المصرية إن الشخصية المصرية دائمة الميل إلى الاستقرار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الشخصية المصرية دايما تلاقي المصري يميل لأن هو يكون مستقر. تسأل المصري تقول له أنت عايز فيلا إيجار ولا شقة تمليك؟ يقول لك لا أنا عايز شقة تمليك. طب ده جه منين؟ ان المصري القديم كان رحاله، كان دائم الترحل والتجوال من منطقه الى اخرى سعيا لكسب زي ما احنا بنقول كده الرزق او الاكل اللي ممكن ان هو يعيش علشان ياخذ الغذاء منه يعني. فكان ايه اللي بيحصل؟ ان هو يتجول من منطقه الى اخرى وما كانش مستقر في مكان معين، لحد ما اكتشف الزراعة لما استقر في وادي النيل. فوادي النيل علمه حاجة مهمة جدا، الاستقرار، لأنه ابتدى ان هو يكتشف الزراعة، فما كانش بحاجة لأنه يبتدي يرحل من مكان إلى آخر، لأن خلاص مصدر الرزق أو مصدر الغذاء توفر ليه. فمن هنا أصبحت الشخصية المصرية من قديم الأزل تميل إلى الاستقرار. ده كان الميزة التانية اللي بيتميز بيها أو بتتميز بيها الشخصية المصرية. لما نيجي نتصفح كده هنلاقي إن برضو إن دائم الفكاهة، هنلاقي إن الشخصية المصرية هي شخصية زي ما احنا كده بنقول بقى في العصر الحديث بنقول المصري ده ابن نكتة. يعني إيه ابن نكتة؟ يعني دائما تميل إلى المزاح وتميل إلى المداعبة. طب ده منين؟ إن المصري القديم لما ابتدى يستقر عند وادي النيل بدل ما هو كان رحالة أو يترحل بشكل فردي ابتدى يكون مجموعات يعيش في مجموعات مختلفة. فالمجموعات المختلفة اللي كان بيعيش فيها دي كانت بتحتاج دائما إلى جو من المتعة والترفيه والتسلية، فأصبح المصري القديم يسلي نفسه بإيه؟ بالنكت و بالمواقف الكوميدية والمواقف اللي احنا شفناها حتى في مواقف جحا، وشفناها في الفوازير، وشفناها في النكت لو جينا نقبنا او بحثنا في تراثنا الشعبي. فلان الشخص المصري هو شخص كوميدي كده بطبعه بيميل دائما الى الضحك. هلاقي الشخصية المصرية برضو بتتميز بميزة من الميزات المهمة. ايه هي؟ ان هو دائما يميل الى التدين. بنسمع كلنا بلا استثناء يوميا بنقول ايه؟ ان الشعب المصري ده شعب متدين بطبعه. طب يا ترى ده جه منين؟ هنقول ان دائما المصري كان دائم البحث عن اله من قبل حتى نزول الاسلام، فكان يبحث عن من يعني يقدسه او من يمكن ان يعبده. فشفنا ده في ايه؟ شفنا ده في ان نهر النيل من كثرة الخير والوفرة اللي ابتدى يديها للمصري القديم ان هو لم ولن يغفل او ينسى دور نهر النيل اللي ابتدى ان هو يرد الروح ويشكل الاسر ويعمل نوع من انواع الحياة.
في أعالي وادي النيل، فعلشان كده بدأ المصري القديم يهب عرائس النيل كل سنة في عيد فيضان النيل، يهب لي العديد من الفتيات الحسنوات، لأن مصر القديم كان يهب النيل مجموعة من عرائس النيل كنوع من أنواع رد الجميل والوفاء لهذا النهر العظيم اللي رد للحياة وجعله يكون الأسر والقبائل ومن ثم المدن والمقاطعات بقى أو المحافظات إن صح التعبير في العصر الحديث. هنلاقي إن أيضا الشعب المصري كان بيمتاز ويوصف أو بنقول إن من ضمن المميزات اللي بينفرد بيها إن هو دائما يميل إلى الثبات. يعني إيه يميل إلى الثبات؟ أو يعني إيه صفة الثبات؟ مش إن هو قاعد مكانه، لأ، إن الشعب المصري أو الشخصية المصرية دائما ما تنخرط بداخلها الجنسيات المختلفة ولا تتحول الشخصية المصرية، تظل ثابتة. هنلاقي إن أهلنا في الصعيد بنفس البشرة السمراء الجميلة اللي تدل على يعني نوع من أنواع التراث المصري إن هو لا يتغير. هنلاقي إن الوجه البحري لينا كده كاركتر ولينا شكل لا يتغير. هنلاقي إن إحنا حصل علينا الحملة الفرنسية وحصل علينا العدوان الثلاثي، وهنلاقي إن إحنا حصل فينا العديد من الجنسيات اللي احتلت الشعب المصري على مدار الحقب الزمنية، لكن يظل المصري هو اللي خلى خواجه يقول ايه، يقول يا خبيبي. يعني ايه يا خبيبي؟ يعني يا حبيبي. احنا قدرنا ان احنا نخلي كل الجنسيات تنخرط وتنصهر داخل الشخصية المصرية بدون ابدا ما تتأثر الشخصية المصرية. كم من الكلمات الاجنبية اللي انخرطت او انخرطت وانمزجت مع بعض الألفاظ الشعبية أو الألفاظ العامية اللي قدرت تصنع لنا لفظة جديدة. اللفظة دي تجمع ما بين اللغة القديمة اللي احتلتنا واللغة الحديثة اللي احنا بنمارسها، سواء كانت اللغة العربية اللغة الأم أو اللغة العامية الدارجة اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية. هنلاقي أيضا إن احنا لو حد عاش في مصر فترة زمنية طويلة تحس ان شكله وطبيعته وتصرفاته بدأ يبقى شخصية مصرية، ويمكن جسد ده الفنان طبعا العظيم في برنامج عسل اسود، الفنان احمد حلمي اللي طبعا بتوجه ليه بخالص التقدير والشكر على المسلسل او على الفيلم الجميل ده اللي هو كان اسمه عسل اسود، لما ابتدى صور لنا ازاي حتى المصري لما خرج بره بلده ورجع اتصدم شوية بشكل الحياة غير المألوفة ما بين طبعا امريكا ومصر، لكن في الاخر خالص قدر ان هو يلاقي السعادة هنا في وسط اهله وفي وسط المصري. مهما كانت إمكانيات مصر قليلة في بعض الحاجات، لكن هنلاقي متواجدة عندنا الحاجات اللي مش متواجدة عند حد، الطبيعة الخلابة والناس الطيبة، هنلاقي عندنا الإبداعات الكتير اللي بنشوفها كل يوم. لكن مش هخرج أكتر عن السياق وهقول إن الشخصية المصرية تميل إلى الثبات. خلينا نشوف إيه تاني الشخصية المصرية بتتصف بيها. هنلاقي إن الشخصية المصرية بتتصف بصفات الكرم والشهامة، لأن المصري هو الإنسان الوحيد اللي تزوره في أي وقت تلاقي الخير عنده، أو تلاقي إن هو يقدم كل ما لديه من أجل إسعاد الضيف. بنلاقي إن الشخصية المصرية أي حد فينا طبيعة الحال بيزوره أي إنسان بيقدم كل اللي عنده ويقدم مصلحة الشخص أو الضيف عن مصلحته الشخصية، حتى لو هذه المصلحة تتوقف عليها حياة هذا الشخص. فبنلاقي إن الشخصية المصرية هي شخصية كريمة. طيب ده حصل منين؟ ما حصلش هباء، وإنما هنلاقي إن وادي النيل أو نهر النيل
من كثرة الخير اللي كان بيضيفه للمصري القديم، علمه دايما ان هو يكون كريم. هنلاقي ان الشخصية المصرية هي من فتحت اذرعها للديانات السماوية. هنلاقي ان مصر كانت من الدول والشخصية المصرية بالتحديد اللي استطاعت ان تنشر الدين الإسلامي في ربوع العالم شرقا وغربا، لأن الشخصية المصرية هي التي احتوت السيدة العذراء حينما أتت إلى الأراضي المصرية، وكانت يعني مهد لانتشار المسيحية في مصر. إذن الشخصية المصرية هي شخصية دائما وأبدا لا تبارى ولا ينشق لها غبار. ولكن ليس معنى هذا ان احنا نقول ان احنا عظماء للحد الذي لا يقبل الانتقاد، لكن خليني دايما اقول هنفضل لحد امتى نتباهى ونتعظم بعظمة الاجداد؟ طب هنقول ايه للابناء؟ ما هو جيل بيسلم جيل بيسلم جيل. احنا اجدادنا عملوا اللي عليهم وزياده، قدروا ان هم يرتقوا في جميع المجالات سواء كان العلوم او الفنون، لان دايما بنقول ان الشخصيه المصريه كمان هي ام الفنون. هنلاقي ان مصر بتمتاز بالعديد من الفنون اللي مش متواجده في باقي دول العالم. هنلاقي ان احنا بيسمونا هوليوود الشرق الاوسط، ان الشهره الحقيقيه تتحقق على الاراضي المصريه. ليه؟ لأن إحنا عندنا إبداعات وعندنا أفكار ترقى إلى العالمية حينما نضعها حيز التنفيذ. ولكن بيواجهنا مشكلات كتير جدا، منها إن إحنا لا نقدر أنفسنا بالشكل الكافي. دايما نبحث عن النجاح ليس في أراضينا وإنما في الأراضي الخارجية. لكن مش بقول ان ده يعني على سبيل القصر وليس الحصر او العموم، لان احنا عندنا طبعا من الشخصيات المصريه من لهم الفضل ومن لهم دائما وابدا الذكر، او ان احنا نذكرهم في كل المواقف اللي احنا نفخر بيها او نعتز بمصريتنا العريقه. خليني هنا أقول كمان إن الشخصية المصرية هي شخصية، يمكن اتصال اللي جه من شوية إنها قالت إنها بتتأثر دائما بالمواقف اللي حواليها، سريعة الحزن التأثر. طب ده ليه؟ لأن الشخصية المصرية هي بطبعها شخصية حساسة. يعني إيه شخصية حساسة؟ ده مش من فراغ، بنقول دايما ان المصري هو من يتذوق الفن الهادف طبعا. فعلشان كده الشخصيه المصريه بنلاقي انها شخصيه كده رقيقه، شخصيه دايما بتحاول انها تكون مشاعرها جياشه او مشاعرها فياضه. عشان كده خرج من عندنا شاعر النيل حافظ ابراهيم وامير الشعراء طبعا احمد شوقي، اللي دائما كان يعني كانت اشعاره تفيض بالمعاني والمشاعر. فعشان كده النصيحه اللي انا بوجهها لك قبل كمان ما ادخل بقى في جو الادب وتفرد الشخصيه المصريه من الجهه الادبيه، خليني اقول ان ده مش حاجه غلط، وفي نفس الوقت هي مش حاجه كويسه لو ظلت على الوضع ده. دايما احنا نحاول ان احنا نرقى بمستوى تفكيرنا لمن هو اعلى ثقافه، وننزل بمستوى فكرنا لمن هو اقل ثقافه. ان على سبيل المثال انا ما ينفعش ازعل من موقف عمله طفل، او ما ينفعش ان انا اشوف دايما ان تقدير الاخرين ليا هيجي زي ما انا عايز، لكن زي ما انا دايما ليا حق فانا عليا واجب. لازم الاول اقدم واجبي للناس المحيطه بيا علشان القى التقدير اللي انا استحقه.
لو جينا بقى اتكلمنا عن الشخصية الأدبية هنلاقي إن طبعا خرج لينا العديد من الأدباء العظماء المصريين والعديد من الشعراء وفي المجالات المختلفة سواء كانت العلوم أو الفنون، لكن نلاقي إن الشخصية المصرية كانت دائما تقدر مصريتها، هنلاقي إن الشخصية المصرية كانت دائما تحاول أن تميل إلى العاطفة التي استطاعت أن تؤثر بها على قلوب دول العالم. هنلاقي إن إحنا في مصر قدرنا إن إحنا نعمل حراك أدبي وحراك ثقافي من خلال المدارس المختلفة سواء كان المدارس الكلاسيكية في الشعر أو المدارس الجديدة بقى اللي بتدعو إلى التحرر من الوزن أو القافية أو الشعر الحر أو حتى من الجوانب الأدبية، ما يقدم من أعمال النهاردة في المعارض المختلفة من معارض الكتاب اللي بتحصل كل سنة واللي احنا آسفين طبعا كلنا يعني بيسودنا حزن كبير بسبب تأجيل معرض الكتاب بسبب طبعا ظروف فيروس كورونا المستجد اللي أتمنى دائما إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا. لو بقى اتكلمنا عن الفن الراقي والهادف طبعا يمكن ظهر مؤخرا موقف من المواقف المخزية، والحقيقة لما احنا كده حتى يعني كباحثين في المجال الإعلامي بنقول كده إن في عندنا نظرية اسمها نظرية التأطير الإعلامي، ومن ضمنها حاجة اسمها المسؤولية المجتمعية أو الجانب الاجتماعي أو الجانب المجتمعي، إن دائما أي ظاهرة سواء كانت سلبية أو إيجابية لابد لنا أن نعرف من المسؤول عنها. والمسؤول هنا لا أقصد به المسؤول من الدولة، لكن أقصد المسؤول عن انتشار أي حاجة من الحاجات اللي بتظهر مؤخرا. يمكن شوفنا كلنا السيشن اللي انتشر الحقيقة المخزي بالملابس الغير لائقة أبدا لا تشرف أبدا الشخصية المصرية أو حتى يعني تمثل الشخصية المصرية، لأن لا هم دول القدماء المصريين ولا هو ده الفن أو الشكل اللي يرقى أو اللي إحنا نحترمهم بيه. فمين المسؤول عن ده؟ هل المسؤول عن ده هو اللي دخل هذه الفتاة أو أدخل هذه الفتاة هذا المكان؟ وأنا حتى مش عايز أذكر اسمها، لأن إحنا دورنا أن نذكر السلبيات سعيا إن إحنا نحولها لإيجابيات بدون أن نسلط الضوء على الجوانب السلبية. فلو أنا اتكلمت عن الجوانب السلبية فهتكلم هقول إن ده يعني جانب سلبي حتى إن أنا أذكر اسمها، لأنها لا تستحق ذلك، لأنها لا تمثل أبدا الشخصية المصرية. لكن خليني أحول القضية دي وأقول إن آثارنا المصرية، فننا الهادف اللي بدأ من أيام زمان من العصر الفرعوني، من أيام ما ابتدى المصري القديم جدي وجدك ينقش التاريخ على الجدران حتى أبهر العالم، سواء بقى كان بالجدران أو بحجر رشيد أو بالآثار المختلفة أو بالأهرامات أو بالمعابد أو بكل ما صنعه المصري القديم. ما ينفعش أبدا إن إحنا نيجي في العصر الحديث نرد جميل أجدادنا ونوصل رسالة لأبنائنا إن هو ده دورنا أو إن هو ده الوجهة المشرفة اللي المفترض إحنا نكمل عليها. لأ، لازم كل حد فينا يبتدي يراجع نفسه كويس قوي، وده كان تعليقي على هذا المشهد. يمكن تعليقي أنا بشكل فردي لن يكفي، ولكن زي ما أنا قلت إن إحنا عندنا المسؤولية المجتمعية فلا بد أن يشارك معنا المجتمع. وعلشان كده أي حد حابب يقول رأيه في حلقة النهاردة أو في الموضوع ده تحديدا، طبعا أرقام تليفوناتنا متواجدة دلوقتي على الشاشة. معنا اتصال تليفوني.
الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اشارك؟ تفضل تفضل، انا معاك. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل، ولينا رايك برنامج ايه حضرتك. اتفضل. انا كنت بقلب كده ولقيت برنامج حضرتك، عجبني العنوان وعجبني الكلام. ربنا يخليك، احنا بنحاول دائما نسعى لان احنا نقدم محتوى، يعني نتمنى ان هو يلقى اعجاب الجمهور. والله برنامج حضرتك يعني مفيد اولا، والكلام هو يعني الكلام اللي انت بتقوله ده هو اللي مطلوب اليومين دول، يعني ان هو الفن ده اصل حياتنا تاثير كبير جدا، فلازم الحاجه اللي بتاثر فينا لازم نشوف هي هتودينا فين، للصح او للغلط، وفي اجيال طلعوا. طب انت بقى خليني هنا اقول بقى، انت شايف ان كيف يمكن ان نرتقي بالفن الهادف؟ الفن الهادف نرتقي به حضرتك، الرقي في الفن مش الصورة اللي بتطلع على الشاشة، ان انا اقدم الممثلين يكونوا في اماكن هاي كلاس وكده، لا، التحضر في الفن ان انا اقدم القيم. صحيح، يمكن القيم دي اللي هي الكرامة، اللي هي حضرتك اللي هي الجدعنه بالمعنى اللي احنا بنقوله، الشهامه، الحاجات دي يعني لما تتحط في موقف بتعمل حاجه عند اللي طالع، يعني بالنسبه لاجيال. ويمكن هو ده اللي احنا لكن بنحاول، شغل البلطجه هو ده اللي احنا بنحاول نسلط الضوء عليه خلال لقاءاتنا، اللي يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا نختار موضوعات تكون مفيده او موضوعات تكون جديده نسلط الضوء عليها. بتوجه ليك وكل الشكر على متابعتك الكريم، وأي حد حابب إن هو يشاركنا في موضوع حلقتنا النهاردة يعني نتشرف بجميع الآراء. خليني دلوقتي أكمل هنا. طبعا الموضوعات كتير في القضايا اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة، لكن دايما بنقول لازم نحافظ على مصرنا لأنها أجمل بلاد ربنا. بس خلوا بالكم، ده مش هيجي بالكلام ولا برسوم نزين بيها الأحلام، في كتير بيبان خطير بس النتيجة تحديد مصير، مصيري ومصيرك ومصيرنا كلنا. فكل حد بيشوفني دلوقتي، هل شايفين إن هي دي الوجهة الثقافية والفنية لمصر ولوجود الشرق الأوسط؟ هل شايفين إن هي دي التكملة للمسيرة اللي قادتها أم كلثوم وعبد الحليم وكل الفنانين العظماء اللي قدروا إن هم يعني يغزوا العالم الحقيقة، مش بس على المستوى المحلي أو على المستوى القومي، لكن قدروا يصلوا إلى العالمية ويرفعوا اسم بلدنا اللي بإذن الله لن نتهاون ولن نترك أبداً اي حد يحاول ان هو يهين او يسيء لسمعه هذا البلد. دي كانت بعض المحاور كده السريعه اللي انا حبيت ان انا اطرحها في الجزء الاول من الحلقه. خلينا بقى دلوقتي هنطلع فاصل وهنرجع نكمل معاكم وبيكم موضوع حلقتنا النهارده، الفن الهادف بين الواقع والمأمول. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني. زي ما بنقول كده، الفن الهادف بين الواقع والمأمول. يعني بين الواقع والمأمول، يعني خلينا الحقيقة لابد لنا إن أردنا أن يعني نرتقي بفننا لازم نحط إيدينا على المشكلة من أساسها. نقول إن ليس كل ما يقدم في الفترة الحالية هو هادفا، ولكن ده مش معنى كده ان احنا نقول خلاص بقى ان كل حاجة بتتقدم فيها اسفاف فاحنا نغفل عن دورنا او لا نقدم محتوى هادف. الحقيقة ده كان موضوعنا النهاردة. حبيت ان انا ابحث وانقب عن النماذج اللي بتقدم محتوى هادف، والحقيقة املنا كان كبير في كل الشباب المصري. لقيت مجموعة من الشباب المتميزين والمتفردين اللي نقدر نقول ان هم بيحاولوا يرتقوا بصاحبة الجلالة
مجال الصحافة والإعلام، وابتدينا إن إحنا نجمع هؤلاء الشباب ونحاول إن إحنا نعمل أحد المنصات اللي تهتم بتقديم المحتوى الهادف. قدرنا إن إحنا نجمع مجموعة من الشباب، كل واحد بيحاول إن هو يقدم محتوى هادف ولكن في مجال مختلف أبدا عن المجال الآخر. طيب، علشان نعمل ده كان لابد من إدارة فاهمة واعية، ابتدينا نشكل ده، والحقيقة كان من ضمنهم يعني أحد الزملاء الإعلاميين الأعزاء وهو محمود الجمل، هو أحد الشباب طبعا يعني الواعدة واللي قدر إن هو يقدم فيلم وثائقي عن الأثري الكبير أو الأثاري الكبير زاهي حواس، ويعني كان خير من يمثل هذه المنصة، منصة لايت بلس. لايت بلس يعني السبوت، الضوء أو الإضاءة، ولكن ليس على الجانب السلبي وإنما على الجانب الهادف. محمود معانا دلوقتي على المداخلة، رئيس الشباب اللي بتقدم هذا المحتوى الهادف. محمود أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا استاذ عبد الرحمن، وانا مبسوط جدا ان انا معاك، وميرسي جدا على المداخله اللطيفه مع حضرتك، وبشكرك على التقديمه الجميله دي. أنا اللي اهلا بشكرك بيك. وبشكر كل الشباب طبعا اللي بتحاول إنها تقدم محتوى يعني يرقى بالمحتوى المتواجد الحقيقة. احكي لي كده محمود، بقى بدأتوا إزاي؟ عملتوا إيه؟ وصلتوا لفين؟ عايزين ندي كده بشرة تفاؤل للمشاهدين. هي كانت الفكرة بدأة بإن إحنا ننتج شغل لنفسنا، وبما إن السوشيال ميديا هو الطريق الواعد أو الطريق المنتظر، فبدأنا إن إحنا نفكر في برامج. فقلنا طب ليه ما نعملش كذا برنامج، وفي عندنا مواهب كتيرة نقدر نجمعهم في كاتيجوري إن إحنا نعمل بيهم تشانل، قناة، بس تكون قناة مجمعة زي قناة التلفزيون بتعرض كذا برنامج. فاحنا قلنا لا، طب ما احنا نعمل منصة بقى الكتروني، واحنا نقدر نعرض شغلنا ونقدر نعرض الشغل اللي بيهم الناس. وبما ان احنا معانا ناس موهوبين وناس فعلا يرتقوا لمجال الاعلام المهني، فلذلك قررنا انشاء المنصة، وكان بمساعدة شركة كونسبت، واللي صراحة قدمت دعم كبير لينا، واحنا نحن على خريطة الطريق يعني طب خلينا نقول بقى، في محتوى يعني في محتوى انتهى هنبتدي نسمع عنه قريب، ولا لسه كله يعني في حيز التنفيذ حاليا؟ لا، في 5 برامج تمام انتهوا تصوير تماما، هنسمع بيهم قريب. برنامج معلوماتي بيتكلم عن المعلومات الغريبة، بيدي داتا سيرش موثقة، فريق بحث أعتقد إن هو من على أعلى مستوى. في برنامج بيتكلم عن الكورة وأهدافها بما لا يقل بالذوق العام. عندنا برضو برنامج بيستضيف المواهب الجديدة، عندنا برنامج بيتكلم عن أمن المعلومات والسوشيال ميديا، ودي كلها وبرامج بتتكلم عن مشاكلنا الاجتماعية، ودي حلو كلها جدا. كبرامج هي بتهم المشاهد. احنا كان الفكرة بالنسبة لنا انها تهم الشباب. انا كشاب او كحد انا عايز معلومة معينة، عايز اشوف كاتيجري معين، فده اللي احنا كنا بنحاول نقدر بنقدمه وبشكل مبسط جدا في عدد دقائق اقل، بيديك معلومات. وبرضو عملنا حاجات ترفيهية حلو بالنسبة جدا. طب خلينا محمود نقول، امتى سنشهد الانطلاق؟ هل مثلا مع اول السنة؟ اعتقد قبل كده ان شاء الله. طب حلو جدا، ان شاء الله كل ان شاء الله. التمنيات بالنجاح والتوفيق ليك ولكل تيم لايت بلس. ميرسي جدا، ميرسي جدا، بشكرك يا محمود. شكرا. زي ما احنا برضو بناخد اراء المنظمين او من يقدموا المحتوى، في دائما جنود مجهولة وراء كل محتوى يقدم. علشان كده خلينا دلوقتي نجهز معانا الأستاذ وليد
عبد المنعم مدير التصوير الخاص بالمنصة، متواجد معانا. طيب عقبال ما المداخلة تجهز، خليني أقول إن حتى إحنا عندنا هنا في قناة الصحة والجمال يعني كل ما نراه من برامج هادفة وراها تيم عمل كبير جدا برئاسة وقيادة الأستاذ عبد الحميد توفيق، الحقيقة الذي لا يتهاون أبدا ولا يكل ولا يمل من تقديم كل الدعم للشباب. وأستاذ جمال عبد العظيم طبعا مدير البرامج، أستاذ نصر شاهد، أستاذ حمدي المخرج الكبير، وليد عمارة، الأستاذ كيلاني، خايف طبعا أنسى حد، الأستاذ محمد الشاهد، نسيت حد؟ كل الناس طبعا المتواجدة خلف الكاميرات اللي الحقيقة لا يدخروا مجهودا علشان يقدروا يطلعوا بشكل لائق لقناة الصحة والجمال، اللي أنا بقول والناس هتسمع الكلام ده قدام شوية وهتفتكروا إن قناة الصحة والجمال ستظل دائما هي المنبر الإعلامي، وستكون دائما هي الرائدة التي تزيد جميع الشباب من المهارات، وهينطلق منها العديد من الكوادر اللي هيغزو كل الوسائل الإعلامية، ليست الإقليمية ولا المحلية وإنما العالمية. وأنا دايما بقول إن قناة الصحة والجمال هي الأساس. يمكن أنا ظهرت على العديد من القنوات وقدمت العديد من البرامج، ولكن تبقى دائما قناة الصحة والجمال هي الأقرب إلى قلبي، واللي أتمنى دايما إن أنا أطل كده عليها إطلالات إعلامية متميزة ومتفردة ومختلفة بكل السواعد المتواجدة داخل القناة. لو اتكلمنا عن لايت بلس، وهي منصة شبابية بتقدم محتوى هادف بتنتجها شركة كونسبت للإنتاج الإعلامي، أتمنى كده الكنترول ينزلوا رقم التليفون التواصل مع المنصة، ورقم التليفون ده بنقول لكل الشباب اللي بتقدم محتوى أو اللي نفسها تؤهل لتقديم محتوى إعلامي هادف تواصلوا معانا. وكل المحتوى الذي يقدم إنتاجه بالكامل تتحمله شركة كونسبت الإنتاج والتدريب، تتحمل كافة الموارد البشرية والموارد المادية الخاصة بصناعة المحتوى اللي إن شاء الله يكون منبر ثقافي يفيد كل المشاهدين. وده دورنا، إن إحنا دايما بنحاول إن إحنا نسعى لإن إحنا نطور وننقح من المحتوى الذي يقدم. المداخلة جاهزت معانا أستاذ وليد خالد. لسه المداخلة بتجهز. خلينا نقول إن أحد البرامج اللي هتقدم الفترة الجاية هو برنامج سوشيولوجي، وهو برنامج أنا تشرفت بتقديمه هنا على شاشة قناة الصحة والجمال، اللي بيهتم بأمن المعلومات وكافة ما يخص تطورات السوشيال ميديا، واللي إن شاء الله هتتابعوه على قناة لايت بلس. كمان من ضمن البرامج المهمة جدا هي البرامج اللي هتتنوع ما بين تقديم المحتوى الكوميدي ولكن الهادف. يمكن معانا الفنان العظيم منير مكرم. منير مكرم هو من الشخصيات الفنية اللي الحقيقة دلوقتي بنعمل معاها ورشة تدريبية لكل الشباب اللي نفسها تطور نفسها في مجال التمثيل وفي مجال الفن، لأن هيكون في برنامج للكاميرا الخفية. هنرجع بقى أيام الدنيا عقلك والكاميرا الخفية من تاني، واللي إن شاء الله هيكون قناة الصحة والجمال ليها حظ وافر كبير معنا. الوقت معاكم بيمر بشكل سريع جدا، أنا كنت مستمتع وسعيد جدا إن أنا متواجد معاكم، وأتمنى دائما إن إحنا نلتقي مع بعض في موضوعات مختلفة، موضوعات هادفة. دي كانت كل الرسائل والموضوعات اللي أنا طرحتها خلال حلقة اليوم. أشوفكم قريبا وموضوعات مختلفة
دمتم في أمان الله، تحياتي عبد الرحمن سالم.